الطلاب كل الحلوين من صف ثاني للسادس نستقبل الاوائل بالزقفة حامة، بس بالاول بدي اسمع زقفة حامة 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 حامي. وبنور للطلاب الحلوين بنتمنى لكم سنين سعيدة في احلى مدرسة، مدرسة الحكمة. بدي كل الطلاب زقفة حامة ايديا فوق وعالي على المد. ايوه طالع صف الاول من الضيعة، عندي ولد ابني جود بدي اليوم السنة الدراسية تبعته صف أول. أنا مع جميع الأهالي جيت لهون مشان أكون مع ابني، أكون معه من ناحية استعداد لاستقبال السنة الدراسية الجديدة تبعته. كثير مبسوط بهذا اليوم، اليوم هذا السنة الرابعة أنا باجي مع ابني الرابع، أما بحس حالي ابني جديد السنة هاي، ابني جديد مع الولد. كل احترام للهيئة التدريسية هون البلد للمجلس المحلي اللي بنطي قد أهمية للأولاد، إنه يكون شوي ثقة وقوة واستعداد إنه يبنوا السنة تبعتهم بصورة ناجحة. شادي، شو أهمية تواجد الأهل مع الطلاب في اليوم الأول وبصف أول؟ زي ما إنه أهمية الأهل إنه يكونوا متواجدين كل السنة، أما اليوم الأول هو هو الاساس من ناحيه الولد، شوف فهموا معاه انه يعطوه القوه يكونوا ورا، يعني من ناحيه ثقه له للولد بحاله بيكسب ثقه كثير منيحه، وهذا الشيء بيستمر خلال السنه كلها. المربية نجاح بكرية مديرة مدرسة الحكمة في البقيعة. إحساس جميل جدا، خاصة وأن افتتاح السنة كان افتتاح سلس بدون أي مشاكل بدون أي عقبات، ونتمنى لجميع الطلاب سنة خير وسنة محبة وعطاء وسنة مثمرة ومظللة بالنجاح والإنجاز. نعم، يعني كمديرة مدرسة في قرية عربية درزية كما جميع المدارس تقريبا هناك معاناة من نقص معين في المدارس، كيف كانت الجهوزية لاستقبال العام الدراسي الجديد؟ اهتمامنا كان بالأول على افتتاح سنة دراسية بدون أي عقبات، ولكن هذا لا يعني أننا لا نعاني من عجز في الميزانيات التي ستزود طلابنا بطرق تدريسية جديدة التي تمكننا من تحضير طالب لطالب الغد، الطالب الذي بحاجة لمهارات في البحث العلمي، إذا كان مهارات في العمل بطرق مختلفة تماماً التي تمكنه من الثقة بالنفس وكذلك تمكنه من الاعتماد على شخصيته وتقوية شخصيته، فهذه أمور نحتاج لها في المدرسة، ونحن نطلب من جميع الجهات أن يتساعدوا معنا في المدرسة، خاصة أننا نعاني من عجز كبير في الميزانية خاصة في الإدارة الذاتية. نتمنى لجميع طلاب المدرسة بشكل خاص ولجميع طلاب دولة إسرائيل بشكل عام سنة موفقة للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. السيد مجدي سويد رئيس لجنة الأهل في مدرسة الحكمة في البقيعة، يعني نلتقي معك اليوم الأول في العام الدراسي الجديد، وكأب ما هو شعورك مع عودة الأولاد إلى المدرسة؟ دائما بداية سنة جديدة هي تجديد، حياة جديدة، طاقة جديدة، وسعادة كبيرة بتعطي الأهل المجال يستريحوا شوي من دوشة الأولاد ومن التركيز في العطلة الصيفية، يرجعوا مقاعد الدراسة يستفيدوا. احنا طبعا كل سنة نرافقهم من أول السنة لآخر السنة في المدرسة أو بريد المدرسة، نعطيهم كل شيء بنقدر نعطيهم إياه لنجاحهم ولنجاحنا احنا بالآخر. بتوقع انه هاي السنة انه نشدد في المتساب وهيك ونرفع راس المديرة والمدرسة وتكون سنة حلوة ونبسط فيها كثير.